وسهلا فيكم بيوم جديد معنا نتعلم الرسم ونتعلم بعض الخطوات المهمة خاصة للناس المبتدئين. اليوم رح نحاول نرسم أو نعلم كيف ممكن ترسم الأشجار وتبين الإضاءة والألوان تخليك تحس إنه هيدا الشجر هو شيء بالصورة طبيعي. اليوم رح نستعمل هدول الألوان، أخضر لون غامق، فينا نحط نستعمل الأحمر معه، اللون الأزرق، اللون الأسود، اللون الأصفر، هدول حتى نقدر نعمل مزج بالألوان. نحاول نطلع اللون الأخضر بعدة طبقات، بعدة ألوان، بعدة يعني حسب انعكاس الضوء اللي موجود على هذه الأريا اللي موجودة. حاستعمل الزيت اللي هو الجيل. نحن كنا ممكن مثل ما عملنا قبل هلأ انه نخلط اللون بالزيت وبعدين نستعمله. انا اليوم رح استعمل بشكل مباشر الالوان، باخذ من اللون بحط معه جيل زي ما تشوفوا، وفيني اضيف اللون اللي بدي اياه. اذا بدي اللون يكون حسب ما شايفينه هون اخضر، فينا نضيف له اللون الاسود شوي يصير اغمق زي ما تلاحظوا. اذا حبينا نفتح اللون ناخذ من الاصفر وفينا نفتح اللون قد ما بدنا، وكمان فينا نحط اللون الابيض معنا كمان. هون هيك بيبين معنا الالوان كيف ما بدنا، فينا نفتح قد ما بدنا، نزيد اللون الاصفر اذا بدنا اكثر. شوفوا كل ما نطلع كل ما الدرجه بتتغير. كمان ممكن نضيف اللون الاحمر للون الاخضر بيعطينا لون كتير حلو، بيبين لون الطبيعه مع اللون الاخضر اذا بتلاحظوا، لانه الطبيعه فيها من كل الالوان. فبتلاحظوا فينا نستعمل عده الالوان، عده انواع من الالوان او عده موديلات لحتى نبين الاضاءه اللي موجوده حسب الضوء، المحل الفاتح المحل الغامق. خليكم معنا لنشوف شو رح نعمل على الصوره. عم بلش هلا بمحلات نحدد الاماكن اللون الغامق اللي هو، ومش بحاجه انه نتفلسف كثير، يعني ما بدنا نقعد نخترع اشياء. كل المطلوب منك تاخذ اللون وتحطه على اللوحه بطريقه النقط. يعني خلينا نتخيل انه هون عندنا شجره، نحن عم نشتغل بطريقة عشوائية، يعني نحن منا شايفين صورة موجودة قدامنا، فأنا عم اشتغل من خيالي. فيكن انتو تشوفوا الصورة اللي موجودة قدامكم وتشتغلوا عليها، مش بالضرورة انكم تشتغلوا من خيالكم، خاصة للناس المبتدئين. هلا انا كمان بحبذ الناس اللي بتكون عم تشتغل رسم منظر طبيعي كبداية، انه هن ينقلوا من منظر طبيعي يشوفوه قدامهم. فيكم تطلعوا صور، فيكم تروحوا توقفوا بالطبيعه، فيكم يعني انا هيك بحبس اكثر ما انك تشتغل من خيالك، لانه في محلات بيبقى فيها مناطق انتم ما تكونوا منتبهين لها، بتخيل انه ممكن تفيدكم اذا كنتوا شايفينها قدامكم. ما بتعودوا تضيعوا، ما بتعودوا تنسوا، ما بتعودوا هيدا. هلا نحن عم نحاول هلا بس نحاول نعلم الخطوات. خلينا نبلش من ورا لجوا، يعني خلينا نبلش بالشجر الأبعد
عشان نحدد لنقول احنا بدنا نعمل هون. شوفوا لاحظوا حسوا هلا بلش الموضوع يبين اكثر. ما حدا يخاف يعمل اي شيء، اي شيء ممكن يبين هون. يعني عم ننقي التنقيط بشكل، اختار انت شكل الشجره. خلينا نتفق يعني انه انت بدك الشمس تكون جايه من هذا الصوب ولا من هون، انت كيف عم تعمل اللوحه تبعيتك. فخلينا نحن نقول انه الشمس جايه من هذا الصوب، فاعمل شيء بعد. انت طبعا وقت تكون عم تحط الريشه وتفوت على الالوان الثانيه اللون بصير يغمق معك. هون بدك تنتبه انه لما تفوت على جوا ما ترجع تطلع لبرا، لانه شوفوا شو بيصير. يعني اذا نحن فتنا لجوا حطينا على اللون الغامق ورجعنا طلعنا لبرا، اللون الغامق بيرجع بيطلع برا. هلا ببعض الاماكن اذا كان الشمس مبينه عليك طالعه حلوه اوكي، بس ما تحاولوا تخربوها. يعني ما تحاولوا تخلوا اللون الابيض ومن برا ترجع تحطوا عليه لون اسود او لون غامق. احنا رسمنا الشجر بهالطريقة، حابب هون بس هيك اعمل شيء جديد، بس هستعمل الريشة الثانية عشان نشوف كيف ممكن نرسم شجر بطريقة كمان ثانية مختلفة بنفس الألوان.
لا حسينا انه اللون الابيض او الفاتح، اللون الاصفر او الفاتح هو اكثر، وحسيت انه انت لا بحاجه انك تغير. مش مشكله، بدنا نرجع نغير. نحن هلا كل اللي عم نعمله انه عم نتعلم كيف الخطوات، نفس الموضوع. يمكن حسيت انه هون اللون الاصفر اكثر او هون اكثر، بنرجع بنضيف، نرجع بنحط حتى نحس انه هي الشجرة عم تعطي انعكاس الضوء مظبوط ومش عم تختفي شكل الشجرة. احنا بعدين نشتغل هون بالاريا نشوف شو بيطلع معنا. يعني انا حاولت انه هلا اليوم نورجي كيف ممكن نعمل منظر شجر هيك مثل غابه فورست، شجر ورا بعض، وكيف نحاول نظهر الشجر من ورا بعض. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من اللي عملناه اليوم، واهلا وسهلا فيكم.